بسم الله الرحمن الرحيم. بيان نقابة المعلمين وتنسيقية الدفاع عن حقوق المعلمين ببلدية سبها. في الوقت الذي نجدد فيه مطالبنا نعلن دعمنا الكامل لحكومة الوحدة الوطنية من أجل لم شمل الليبيين وبناء مؤسسات الدولة عليه. نحن المجتمعين اليوم نؤكد تمسكنا بمطالب المعلمين المتمثلة في التالي: 1- تطبيق حكم المحكمة بشأن تنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 المتمثل في زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم العام. 2- التأمين الصحي للعاملين بقطاع التعليم العام. 3- الفصل بين التعليم العام والتعليم العالي. 4- اختيار وزير التعليم من رحم قطاع التعليم العام وعدم عودة الوزراء السابقين. صدر هذا البيان بتاريخ 10/2/2021 بمدينة سبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا